للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية. دكتور أيمن، أهلا بك. أهلا بكم. دكتور أيمن، نحن نشهد حاليا الاجتماع التنسيقي الثاني، حيث كان الاجتماع الأول في مايو الماضي، وبين الاجتماعين هناك انتهاكات للاحتلال في المسجد الأقصى. كيف تتوقع أن تلقى هذه الانتهاكات بظلالها على الاجتماع الثاني؟ يعني الاجتماع يأتي في طبعا ظل الحديث عن هناك حراك من الإدارة الأمريكية لعودة المفاوضات السياسية أو إحياء العملية السياسية، ويأتي لتنسيق هذا المواقف هذه الأدوار. بالتأكيد حدث ما حدث خلال اللقاءين، من ضمنها الاعتداءات على المسجد الأقصى وانتصار إرادة المقدسيين على الاحتلال من خلال صمودهم. هذه كانت رسالة لكل يعني رسام أو مخططي السياسة في المنطقة العربية، أن هناك إرادة للشعب الفلسطيني رغم كل محاولات كسر هذه الإرادة من الاحتلال، انتصرت على ذلك، وبالتأكيد مع جهد من بعض الزعماء العرب الذين تحركوا في هذا السياق. لأن هناك محاولة لإعادة ترتيب هذه الأوراق، ولكن ما سرب حتى اللحظة أن الإدارة الأمريكية تريد أن تعيد العملية السياسية بطريقة مقلوبة، كما نتحدث نحن السياسيين، أو الهرم المقلوب، وتنفيذ يعني أقل تقدير بعض التطبيع مع الدول العربية مع الاحتلال مقابل البدء في عملية سياسية. وهو من باب ترى الإدارة الأمريكية تشجيعا للاحتلال لتقديم تنازلات. هذا الأمر بالنسبة لنا فلسطين مرفوض بكل تفاصيله. نحن مصرين أن تكون هذه أي عملية سياسية بجدول المفاوضات بجدول زمني محدد، ولا يوجد حل أقل من دولة فلسطينية على الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف، لن نقبل بأقل من ذلك، وبالتالي الحركات في هذا السياق. نعم، دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك.